السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. والي الرباط يفرض على الرجاء فحوصات جديدة قبل مواجهة الفتح، والحمد لله جاءت كلها سلبية، وألزم والي مدينة الرباط فريق الرجاء الرياضي بإجراء فحوصات جديدة قبل مواجهة الفتح الرباط اليوم الأربعاء. وحاول والي مدينة الرباط منع فريق الرجاء الرياضي من السفر للعاصمة الإدارية قبل إجراء الفحوصات، غير أن تدخلات بعض المسؤولين مكنات الفريق الأخضر من السفر. وخضع الرجاء لاعبي وطاقم التقني ليلة أمس للفحص جديد بفندق إقامته بمدينة الرباط، وتوصلوا بالنتائج ديالو في غضون 4 ساعات، رغم أن الحصول على نتائج الفحوصات كتطلب أكثر من 24 ساعة. نتائج التحاليل الحمد لله جات كلها سلبية، ولاعبي فريق الرجاء في صحة جيدة. جدير بالذكر أن فريق الرجاء الرياضي اضطر لإجراء تحاليل ذات أثمنة مرتفعة باش يحصل على النتائج في أقرب وقت، تفاديا المنع من مواجهة الفتح في حال تأخر في الحصول عليها. أخيرا وصل الثنائي الكونغولي نغوما ومالونغو للمغرب، وحل الثنائي الكونغولي بين مالونغو وفابريس نغوما نجمي فريق الرجاء الرياضي بمطار محمد الخامس مساء أمس الثلاثاء بعد رحلة شاقة قادتهم منذ السبت الماضي من الكونغو الديمقراطية. وحطت الطائرة اللي قلت بين مالونغو نغيطا وفابريس نغوما الرحلة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء في حدود الساعة 11 ليلا، ومن المنتظر باش يمنح الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي اللاعبين الكونغوليين قسط من الراحة قبل الالتحاق بالتدريب عقب الرحلة الشاقة اللي قاموا بها قبل الوصول لمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وكان فريق الرجاء الرياضي أعلن في وقت سابق أنه بعد مجموعة كبيرة من المحاولات مع مختلف المتدخلين نجح في تأمين رحلة عودة لاعبي الدوليين بين مالونغو وفابريس نغوما من كينشاسا باتجاه الدار البيضاء عبر رحلة جوية كتربط كينشاسا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ثم الوصول للعاصمة الإيفوارية، ثم الإقلاع بعد المدينة الدار البيضاء. الرجاء يسعى لكسر عقدة 3 سنوات أمام الفتح الرباطي، وكيواجه فريق الرجاء الرياضي مضيف الفتح الرباطي اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الأمير مولاي حسن لحساب الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية، وكل طموح في كسر عقدة عدم التغلب على الفتح الرباطي لأزيد من 3 سنوات في البطولة الوطنية. وكيرجع آخر فوز الفريق الأخضر على الفتح الرباطي في البطولة عام 2017 يتغلب عليه بهدفين دون مقابل برسم مؤجل دورة 22، وكان وقتها المدرب محمد فاخر كيقود الفريق الأخضر، فيما الفتح كيشرف عليه وقتها المدرب وليد الركراكي قبل ما يلتقيو الفريقين خلال السنة ذاتها لحساب دور 16 من مسابقات كأس العرش واللي انتهت بالتعادل من دون أهداف قبل ما يفوز فريق الرجاء الرياضي بنتيجة مباراة الإياب. من جانبه كيسعى فريق الفتح الرباطي أمام ضيف الرجاء لتعويض ضيع نقطتين مهمتين خسرهم أمام نهضة الزمامرة بعد ما كان متقدم في نتيجة المواجهة اللي جمعته بالفريق الدكالي بهدف دون رد حتى لآخر دقيقة قبل ما يخطفوا أشبال سعيد شيبة هدف التعادل في الوقت البدل الضائع، علما أن مهمته ما غتكونش سهلة خاصة أمام فريق الرجاء الرياضي اللي كيبصم على عودة قوية بعد استئناف الدوري الاحترافي وجمع 14 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة خلاته يتصدر ترتيب البطولة الوطنية ويطمح بقوة لإنهاء الدوري متصدر لإحراز لقب الدوري الاحترافي رقم 12 في تاريخ النادي. مصطفى الخلفي نحترم الرجاء الرياضي ولا نهابه، وأكد مصطفى الخلفي مدرب فريق الفتح الرباطي أن ناديه كيحترم منافسه المقبل فريق الرجاء الرياضي، وقال الخلفي بالحرف موقع كرة الرجاء هو متصدر الدوري وتفوق في 4 مباريات مؤخرا وهذا وحده كيعكس القوة ديالو، لذلك حنا كنحترموه لكن مقابل هذا ما كنخافوش، وهو كيدرك جيدا أنه غيواجه في دوره فريق كبير اسمه الفتح الرباطي. ووصل الخلفي حديثه بالقول غتكون المباراة الثانية لينا بعد العودة من التوقف، في حين خاض فريق الرجاء الرياضي عدد هائل من المباريات وكيملك إيقاع المواجهات الرسمية، لكن ما غنسمحوش لكل هدف انه يغير من خططنا، وما كنسعوا ليه من خلف هذه المواجهه تحديدا هو تحقيق الانتصار، وتابع ما غنتحدثش على الغيابات حيت هذا فيه تقليل من قيمه هذوك اللي غيعوضوهم، حنا فريق كنلعبوا بشكل جماعي وثقتي كبيره في كل لاعب غيكون على ارضيه الملعب يؤدي الدور المنوط به. وختم مدرب الفتح الرباطي تصريحه بالقول كنتمنى باش نتوفقوا في استعاده نغمه الانتصارات حيت هذا غيكون عامل مهم للغايه ومؤثر في باقي مسار مباريات الموسم. جمال السلامي الصدارة مجرد بداية واللقب غايتنا، وابدا جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي ارتياحه الكبير للاداء المميز اللي كيقدموه لاعبيه والنتائج الجيدة اللي حققوها بعد عودتهم لاستئناف ما تبقى من دورات البطولة الاحترافية، ومخفاش سعادته كذلك بالمستوى اللي داروا به النسور والمجهودات الجبارة اللي بذلوها للتغلب على توقف النشاط الرياضي لازيد من 3 أشهر وضغط المباريات اللي واجههم لتصفيه المباريات المؤجله وتحسين وضعيتهم على مستوى سبوره الترتيب. وضاف السلامي ان حماس النسور الخضر سواء خلال الحصص التدريبيه او المباريات الرسميه كان سلاح اللاعبين لتجاوز كل العراقيل اللي واجهوها، يتزاد من رفع معنوياتهم ورغبتهم الكبيره في البحث على لقب بطوله الموسم الحالي واهداءه للجماهير الرجاويه،
وواصل السلامي حديثه بالقول بأن انتزاع الصدارة مجرد بداية، وأنهم مطالبين بمواصلة العمل بكل جدية للحفاظ على هذا المكتسب لغاية إسدال الاستثمار على منافسة بطولة الموسم الحالي، وأكد على أن تركيزهم حاليا موجه لمباريات البطولة باش يحققوا المزيد من النتائج الجيدة اللي كينتظرها الجمهور الرجاوي، والحفاظ على تفوقهم لغاية التتويج بدرع البطولة الاحترافية، وبعدها غيتم التفرغ لاستعداد لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية وكأس محمد السادس الأندية العربية البطالة للمحافظة على المشوار الجيد اللي بداو النسور الخضر في المنافستين معا. علي لوزيتش يطلب تقريرا عن لاعب الرجاء الرياضي، وتأكيدا الخبر السابق شرنا فيه الإعجاب مدرب المنتخب الوطني متوسط ميدان الرجاء الرياضي، رسميا طلب فايدة لوزيتش تقرير على عمر العرجون لاعب خط وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي اللي كيبصم على مباريات كبيرة رفقة الفريق الأخضر منذ عودة عجلة البطولة الاحترافية للدوران. وكشف مصدر مطلع أن الناخب الوطني فايدة لوزيتش طلب تقرير مفصل على عمر العرجون قبل الحسم في إمكانية المناداة عليه خلال التجمع التدريبي المقبل للمنتخب الوطني تحضيرا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا الأمم اللي غتستضفها الكاميرون عام 2021، إذ وقعت القرعة الأسود بالمجموعة الخامسة إلى جانب كل موريتانيا إفريقيا الوسطى وبوروندي. في السياق ذاته كيتابع الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي عن كاتب مردود اللاعبين في الدوري الاحترافي بما فيهم لاعبي فريق الرجاء الرياضي، إذ منتظر باش يضم لائحة المنتخب الوطني المحلي عمر العرجون اللي قدم مستويات مميزة رفقة فريق الرجاء ما خلى الجماهير الرجاوية تختاره كرجل المباراة في العديد من المناسبات. انتداب الرجاء الجديد يتألق ويبهر الجماهير الرجاوية، وفي تفاصيل الخبر عرف اللقاء ديال الأمس اللي جمع مولودية وجدة وأولمبيك خريبكا تألق لاعب الرجاء الجديد نوح وائل السعداوي، بحيث قام بلقاء رائع خلى المدرب بن شيخة يصفق عليه. اللاعب اللي وقع للرجاء لمدة 3 سنوات ساهم بشكل كبير في نتيجة 3-0 اللي فاز بها الفريق الوجدي، بحيث نجح في إعطاء تمريرة حاسمة أعطت الهدف الأول، وكرة الهدف الثاني جات من عنده بعد مناورة في الجهة اليسرى، كما أنه سجل الهدف الثالث بطريقة جد رائعة في الزاوية 90. مباريات مولودية وجدة ولات كتحظى بمتابعة كبيرة لجمهور الرجاء الرياضي اللي كيراقب عن كاتب أداء اللاعب نوح وائل السعداوي، واللي نال إعجاب الجمهور الرجاوي بعد الأداء اللي قدم بالأمس، بحيث نوهات به الجماهير الرجاوية في مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جدير بالذكر أنه بالهدف اللي سجل بالأمس صبح نوح وائل السعداوي هداف الفريق الوجدي بثمانية أهداف مناصفة مع المهاجم إسماعيل خافي، وكيحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الوطنية في نفس المركز مع حميد أحداد. نمر معكم من فقرة ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية. لاعب يحلم بحمل قميص الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي المقبل، وفي تفاصيل الخبر توصلنا بمعلومات كتخص احد اللاعبين المغاربه المقيمين بتونس كتفيد بانه كيتمنى يحمل قميص الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي المقبل وياخذ فرصه تجهيز اختبار تحت انظار جمال السلامي، كيف موقع مع اللاعب يوسف الفتري قبل عده شهور ملي دوز اختبار مع فتحي جمال. اللاعب الاسم ديالو اشرف طاموس سن 17 سنه وكيلعب الفريق الخضراء الرياضيه التونسيه المركز وسط ميدان هجومي وكيلعب ايضا كجناح ايسر. لاعب عنده امكانيات كبيره وسبق وحمل قميص الترجي التونسي في الفئات العمرية. اللاعب أشرف طاموس منتظر باش يحل بالمغرب في 29 من هذا الشهر، وكل أمل باش يجتاز اختبار مع فريق الرجاء الرياضي في أفق إبراز مؤهلاته التقنية وحمل قميص الفريق الأخضر في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أنه من عشاق فريق الرجاء، وبالرغم من أنه كيعيش بتونس الشقيقة فديما كيتابع مباريات الرجاء الرياضي مختلف المسابقات. جمعية سالا يسعى لشراء عقد عمران فيدي، وعبروا مسؤولي فريق الجمعية الرياضية السلاوية أحد أندية القسم الوطني الثاني على رغبتهم في الاحتفاظ بصفة نهائية بخدمة عمران فيدي اللي كيلعب لهم كمعار قديما من فريق الرجاء الرياضي. وضحت مصادر مطلعة أن المستويات المتميزة اللي ظهر بها اللاعب المذكور رفقة الجمعية السلاوية في بطولة القسم الثاني خلت مسؤولي هذا الأخير يرغبوا في ضمه للفريق بصفة رسمية ونهائية، خصوصا أن رئيس الفريق السلاوي كتجمع علاقة طيبة مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، غير أن اللاعب عمران فيدي رفض مناقشة العرض وفضل العودة لفريقه الأم في أفق حصوله على فرصة جديدة من أجل إظهار أحقيته في حمل القميص الأخضر. جدير بالذكر أن عمران فيدي كان قرر مستهل الموسم الكروي الجاري مغادرة فريق الرجاء واللاعب كمعار الجمعية السلاوية بعد ما أثر عليه الخطأ اللي ارتكب مع الفريق الأخضر ضد فريق نهضة بركان. قرر فيدي بالخروج من الرجاء إعارة لجمعية سالا جا رغبة منه في تكرار تجربة اللاعبين بدر بانون بوطيب وميشولي سابقا اللي كانوا غادروا الفريق بنظام الإعارة ورجعوا باش يحصلوا على مكانة رسمية بالفريق. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقوا في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله.
إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.